معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، بصراحة حاجة تشرف، حاجة تفرح، حاجة محترمة جدا. أنا سعيد بصراحة بالمنظومة الجميلة دي، بالحدث. احنا فعلا نقدر نعمل أي بطولة، نقدر ننظم أي حدث. عندنا بالبنية التحتية الموجودة في الفترة الأخيرة حاجة تشرف وتشرف مصر. طبعا طبعا حاجة. أنا النهاردة يعني يا معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. أستاذ محمد مساء الخير. تحياتي طبعا، وكل سنه وحضرتك طيب. تحياتي كابتن محمد صلاح نجم مصر ونادي الزمالك. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ كان عندي اصرار ان حضرتك يعني تشاركنا لو لدقيقتين. النهارده بسم الله ما شاء الله حدث محترم، منظومه رياضيه جميله، حاجه تدعو الفخر. كل التحيه للمعالي طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنيه التحتيه الكبيره جدا. تحياتي لحضرتك ولكل القائمين على الحدث الكبير النهارده. أكيد إحنا بنتقدم بالشكر والتقدير للمساندة الكبيرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإيجابية في رفع منظومة المنظومة الشبابية والرياضية، وليس الرياضية فقط، لكن البنية الأساسية. إحنا في طفرة كبيرة جدا 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 زيها زي كل القطاعات المختلفة. إحنا يعني شفنا استاد مصر والمدينة الأولمبية. الحقيقة يعني طرح كبير جدا داخل مدينة مصر الأولمبية وعاصمة مصر. الحقيقة شكلها المبهج أصبح فيها مدينة مصر الأولمبية المبهجة، وكمان يعني دي افتتاحات تجريبية وليس افتتاح نهائي لبعض القطاعات داخل المدينة الأولمبية زي ما شفنا بطولة العالم في الرماية. والنهاردة يعني أول مباراة تجريبية موجودة على الاستاد المفرح الكبير دوت في كأس عاصمة مصر. هي كمان يعني التاريخ هيقول أول مباراة مع أول جهاز فني وطني موجود مع المنتخب. الحمد لله يعني الشكل الكبير الجميل في بطولة دولية تحت مسؤولية الفيفا. النهاردة كانوا موجودين كل مسؤولين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحقيقة بشكل جميل جدا. إن شاء الله دايما كده متطور للتطور، ويا رب يعني منتخبنا يروح لمبتغاه. احنا عندنا منتخب مصر في دورة موجودة الدولية اللي احنا شايفينها، المنتخب الأولمبي موجود أيضا في دورة ودية نهار بآسيا في السعودية. طبعا في المملكة العربية السعودية، وعندنا كمان منتخب 2005 بره. ده بالاضافه الى انا ببارك لولادنا، ولاد مصر، شباب مصر، الجيش الرياضي المصري اللي بيمثل منتخبات مصر الحقيقه وفوزهم الكبير النهارده. حققنا بعد فوز منتخب الهاندبول بالميداليه الذهبيه في غانا 99 دوره الالعاب، 99 ميداليه، ده انجاز كبير جدا. ما شاء الله. من قلب 186 ميداليه مجمل، يعني احنا اللي بعدينا على طول 114 ميداليه واحنا 186 و44 ميداليه ذهب واحنا 99. وكمان وصول النهائي منتخب مصر للكره الطائره رجال، يعني الف الف مبروك لاولادنا وكل الرياضيين المصريين. مع الوزير يعني انا متابع حضرتك بصفه يعني مهنيه، رجل مهني من الطراز الاول، وزير ما بينامش، من العاصمه لاستاد القاهره للمقر الوزاره لهنا لكل الفعاليات الكبيره. قول لي قبلت التحدي؟ الخط قطع، نتواصل مع الوزير. كان الكلام مهم يا كابتن. طبعا طبعا. على فكره مش عايزين نقول ان هو الوزير دلوقتي لان هو فرحان. طبعا هو بالكلام طالع من قلبه بجد. اكيد اكيد، لان هو شاف حاجات هو طبعا كان يعلم قبليها في المراقبه او مناقشه في اي وقت، بس النهارده الناس شافت حاجه هو بيتكلم. انا حاسس انه فرحان، فهو كمصري كلنا فرحانين، كلنا نستحق ومصر طبعا تستحق. طبعا طبعا. وزي ما انت قلت ممكن نعمل بطولات هنا على اعلى مستوى رغم يا مع الوزير. معاك يا استاذ حضرتك يعني قبول التحدي ان يعني في وقت قياسي جدا. انت طبعا حضرتك قبل كده ونظمت في وجود حضرتك في ولايه حضرتك الحاليه بطولات لما كان العالم كله في كوفيد 19 ما بينظمش اي بطوله، نظمت بطولات كبيره. ازاي قبلت التحدي في وقت قصير جدا مع الشركه المتحده مع كل شركاء النجاح النهارده؟ قبلت التحدي ده وعملتوا ايه عشان توصلوا للشكل الجميل المثالي ده؟ مصر دايما جاهزه الحمد لله بخبراتها وخبرائها ورجالتها، يعني المنشآت اللي موجوده وقدرتنا على ان احنا يعني مقدمين دايما. يعني البطوله
سواء كانت اللي هي دي اللي احنا فيها، سواء لما كان تشريعها ان هي تكون بره مصر او جوه مصر. لو كانت بره مصر يمكن الجهاز الفني وكاس السماء لا، احنا يعني كان ممكن يقول لا انا لسه بستلم ويتاب من الناحيه الجماهيريه، لكن الحقيقه لا احنا هندخل ونجرب، لان ده كله تمهيد للبرنامج بتاعنا. ولما اتعملت في مصر الحمد لله احنا اطمنا النهارده بهذا الشكل للمنتخب. اكيد التحدي بتاعنا مبني على دراسه وليس تحدي عشوائي او تحدي بما لا نمتلك. لما قابلنا كاس الامم الافريقيه اكيد كنا دارسين ان احنا مصر تقدر، ولما يعني البطوله تعمل في مصر احنا عندنا استاد القاهره جاهز، وعندنا مدينه مصر الاولمبيه، ومنشاتنا الحمد لله بخير وكبيره. لكن ان احنا النهارده نشوف المولود الجديد بشكله التجريبي ده شيء. بس يا معالي الوزير اسمح لي، طمعانين في افتتاح على اعلى مستوى واحنا نقدر، ونحن مصر تستطيع فعلا. احنا ربنا مدينا الامكانيه نقدر نعمل كل حاجه، ولا يعني ما حدش يقلق. لكن احنا بنقول برضو الجماهير بقى احنا في سهرات رمضانيه. لا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تشرف النهارده. واحضروا وشوفوا البطوله، يعني هيبقى في استاد القاهره في كرواتيا مع تونس ماتش جامد جدا. روحوا يعني روحوا احضروا، يعني دي حاجه كويسه جدا، ودي بطوله معتمده من الفيفا. وطبعا تعالوا بقى على يعني الطرح الكبير الجديد ده، لازم تيجوا تشوفوا في السهرات الرمضانيه وزاره مع الوزير. اسمح لي مع الوزير. كل شكر والتقدير لمعالي وزير النقل. انا بس اكمل اتفضل محمد الحته دي اتفضل. لان في عربيات بتطلع من الاماكن العامه وسائل النقل، وكمان عربيات العاصمه الاداريه تنقل يعني طريق يعني مصر عين السخنه ده، في عربيات بتنقل، ومن المونوريل او القطار الخفيف بتنقل يعني، وده موجود في الاعلام. فتعالوا شوفوا استادكم استاد مصر ومنتخبكم. يعني معالي الوزير اخيرا، كنت بتكلم مع كابتن محمد صلاح، ارجو حضرتك وحضرتك يعني مضياف توجيه الدعوه لنجوم مصر الكبار لحضور المباراه النهائيه ان شاء الله. باذن الله اكيد طبعا. والاتحاد المصري النهارده فعلا كان عامل دعوه يعني كبار كره القدم المصريه، كانوا موجودين في استاد العاصمه، ونكمل ده وان شاء الله يكون النهائي يوم 26 طرف مصر باذن الله. ان شاء الله. واسمح لي يا معالي الوزير ابقى موجود، لان ده شرف ليا بصراحه. ده كابتن محمد عباس، انت راجل جميل ومحترم. انا عايز بس اقول احنا بنشكر يعني جدا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ودورها الكبير الحقيقه في تطوير بنيتنا الاساسيه، وايضا الشركات الكبيره اللي اصبحت شركات مصريه يعني قطاع خاص بيدير وبيطور، ونو هاو كبير جدا. يعني احنا منتج صناعه مصريه. احنا انا فخور بيك يا معالي الوزير، ومفخور بكل شركاء النجاح اللي معاك. الله يخليك يا استاذ محمد، واحنا كمان فخورين بيك. متشكر. تحياتي وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا. شكرا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كلام محترم، تعقيب يا كابتن. شوف هو بيتكلم بلغه الشعب والجماهير. لا وكمان شارك شكر كل شركاء النجاح الهيئه الهندسيه والنقل شركات الكبيره. انت قلت له حاجه كويسه قوي. الوقت القصير ده طبعا تحدي. اي مجهود ده اتبذل فيه قد ايه؟ 24 في 24 طبعا، عشان يجي النهارده بالطريقه دي والافتتاح ده، ما كانش حد متوقع. انا عن نفسي ما كنتش متوقع ان الجماهير تروح كده، وانا كنت قلقان، بس ما شاء الله يعني ان شاء الله في النهايه هيبقى اكتر كمان. تمام. والسهوله اللي هم عملوها لنقل الناس بعد الفطار دي اللي شجعت الناس تروح. هنروح النهايه مع بعض. ها باذن الله. انا موجود بس قول لي. خلاص انا اهو مع الوزير اهو، كلمته والراجل قال لك تشرفوا وتنوروا. انا جاهز معاك. شرفتيني ونورتيني. ربنا يخليك. رمضان كريم. الله اكرم.